اليوم وصلتني سماعة هواوي الجديدة هواوي فريبودز برو، سووا فيها تعديلات كثيرة تصميمياً ووظيفياً وكل شيء، وحتى فيها مميزة جديدة مقارنة بسماعتهم السابقة. خلونا نتكلم عنها بشكل سريع مع بعض اليوم. ومرحبا ندم، حياكم الله في فيديو جديد. بهذا الفيديو وصلتنا هواوي فريبودز برو، خلونا نلقي نظرة عليها. بصراحة هذا الفيديو بيكون استعراض سريع للسماعة، لأني أنا إلى الآن صراحة ما جربتها، فنتكلم عن مميزاتها، إيش الأشياء المختلفة والجديدة فيها، وليست يعني التجربة حتكون في فيديو آخر إن شاء الله للتجربة المطولة. الشيء الحلو أنه أوكي وصلتني النسخة الفضية، واو بصراحة في الواقع شيء مرة رهيب. يمكن تلاحظون كيف اللون الفضي، هو شوي العلبة نفسها مطفية، بالخلف في شعار هواوي واللي هو لمع شوي، بالأسفل في عندك مدخل USB-C، وهنا بالجانب في عندك زر شوية مخفي صاير التصميم، هو الخاص بالبلوتوث. أكيد السماعة لما تفتحها في عندك إضاءة هنا لطيفة تعلمك بأنه الآن هي قاعدة تأشر معناتها جاهزة للربط. أوكي، في شيء لاحظته بأنه السماعات نفسها ما هي زي العلبة، السماعات جاية لماعة، وهذا الفرق بينها وبين العلبة. العلبة لون فضي مطفي، السماعة نفسها لماعة. الشيء اللي لاحظته، طبعا اللي يعرفني ويتابعني من زمان يدري بأني أنا ما أحب السماعات اللي فيها بلاستيك مثل هذه السماعة، لكن الشغلة طبعاً ما شاء الله ديزاين جديد كلية من هواوي، نشكرهم صراحة. الديزاين هذا من يوم سويته أبل في إيربودز برو، البلاستيك هذا شوية تغير، يعني السماعات اللي كان فيها بلاستيك أول كان لازم تدخلها جوا الأذن، هذا مسوي نفس الإيربودز برو مو لازم تدخلها جوا الأذن، هو بس وظيفته أنه يثبت السماعة في الأذن، يسكر أي فراغات عند مدخل الأذن إضافية، فبالتالي أنت ما قاعد تدخلها جوا، هو مجرد يضيف ثبات ويحسن موضوع العزل. في كثير تحسينات في موضوع العزل، لأنه لو تتذكرون سابقا في الفريبودز 3i اللي حطوا فيها العزل ما عجبتني وانتقدتها كثير صراحة في موضوع العزل، ما كانت كويسة. تبغى تحط عزل وتخليها مفتوحة، اختر واحدة منهم مفتوحة تصميميا، يعني اختر واحدة، ما تيجي ثنتين، اختر واحدة لو سمحت. طيب الآن حملنا التطبيق، بس قبل أن نبدأ نتكلم عن التطبيق وإيش فوائده، المفروض أن السماعة بمجرد ما تفتحها يكون في الاتصال الذكي السريع. أوكي أخيرا تعرف، فإيش؟ خلونا نسوي نفسنا ما قرينا وش مكتوب، ما ادري وش الزبده، بس تضغط توصيل، المفترض انها تتصل فيها بشكل سريع جدا. طبعا هذه الخاصيه غالبا راح تشتغل مع جوالات هواوي، ماني متاكد بس ما اتوقع انها تشتغل مع بقيه اجهزه اندرويد، اكيد ما راح تكون مع ايفون. مجرد ما تفتحها راح يعطيك هنا كم باقي في بطارية العلبة وكان في باقي في بطارية السماعات، من خلال التطبيق نفسه أكيد تقدر تعرف بطارية كل واحدة منهم. والغريب أنه اللي صار 90% واللي 100% وهي أساساً كانت قاعدة تشحن طول الوقت. أوكي مرة غريب. عموم مجرد ما تلبس هذه السماعتين في عندك ميزات التحكم بالضوضاء، اللي عندك اللي هو منع العزل، في عندك ثلاثة أوضاع يبدو لي. عندك عزل الضوضاء، وهذا بمجرد ما تفعله فإنه راح يشتغل عزل. طيب عن الحين ما أدري ليش ما يبغى يعزل. طبعا في العلبة الخاصة فيها، في هذه علبة مرة صغيرة، هذه هي الخاصة في الأذن، هذه مقاسات للأذن على أساس تختار مقاس الجلدة اللي بالأذن المناسبة الخاصة فيك. عشان تتأكد هل هي كويسة ولا لا، سووا شغلة عندك موجودة هنا في التطبيق اللي اسمه اختبار ملائمة سدادة السماعة. سدادة السماعة، أوكي تحس إن الاسم مرة غريب. راح يعطيك شوية موسيقى في إذنك، أوكي نشكركم. فهذه الحين قال لك إنه كل الثنتين مناسبة، تم شكرا لكم. الآن هذه السنة سووا كثير من نظام النقرات أو حتى اللمسات اللي موجودة هنا، بس الغريب إنه هم مسمينها القرص، تقرص عرفت، القرص باللهجة العامية، أو القرص المطول أو السحب. فصار في عندك أكثر من طريقة، في عندك اللي هو إما إنك تضغط بهذه الطريقة، وهذا مثل ما انتم شايفين على الشاشه الرد، او ترد على مكان او تكفلها تشغل او حتى توقف، اللي هي الضغط واحده كذا راح تحس فيها انه يطلع لك صوته كذا طق واحده. في عندك الشيء المطول، وهذا الخاص بالتحكم بالعزل، انك تضغط المطول او مره او مره ثانيه، اما تشغل او حتى توقف. والشيء الحلو انك يبدو لي انك تقدر تعدل عليها، تقدر تخليه مساعد الصوتي، او تقدر انك تختار انه تخليها الخاصه في العزل. بعدين في عندك السحب، السحب هو على أحد جوانب هذه السماعة، تسحب للأعلى أو للأسفل على أساس الصوت. لطيفة بس في نفس الوقت تحسها الحركة غير مريحة، فلازم تثبتها في أذنك بشكل كويس.
بس لطيفة جدا. فهي بصراحة لطيفة جدا انك الان تقريبا هواي قاعدة تحاول ان توصل لك انك انت تسوي كل شيء تبغى، تشغل العزل، توقف اغنية، تشغلها، تتحكم بالصوت كله من خلال السماع بدون ما تطلع جوالك. هذه فكرة لطيفة ما هي موجودة عند المنافسين. طيب سويت تحديث للسماعة، جاب بعض المميزات الجديدة اللي اعلنت عنها سابقا هواوي. هذه لها خاصية، عفوا لها علاقة في العزل. هذه السماعة فيها ثلاثة أوضاع فعليا زي ما قلنا قبل شوي، اللي هي إما إغلاق أو أنك تشغل المايكات عشان تسمع اللي حولك، أو عزل الضجيج. لكن عزل الضجيج أو عزل الضوضاء نفسه في منه ثلاثة أنواع، وهذا الشيء اللي مو عند كل المنافسين. لما تحط مثلا العزل تقدر تحط الوضع ويطلع لك مجموعة من الأنواع. في عندك ديناميكي اللي هو الوضع العزل الافتراضي اللي هم يحطونه، وهذا يدرس الأصوات اللي حولك، حاول يعزلها زي ما هو الحين شغال، وتحس كذا في شعور غريب شوي. لكن في مريح، مريح هذا لما يكون أنت في مكان شوية هادي مو بمر مزعج، وتبغى يكون موضوع أو طريقة العزل عندك تكون أهدى شوية. في عام مناسب للأماكن المزعجة أكثر، وبعدين فيه خارق على قولتهم خارق، هذا الأماكن اللي مرة مزعجة لكن يبغى لها تجربة صراحة. بعدين نروح عدة أماكن. سو عندك هنا عزل الضجيج في منه عدة مستويات، وهذا الشيء ما شفته في سماعات أغلب السماعات المنافسة اللي من الشركات المنافسة، ما شفت هذا الشيء. بعدين في عندك إدراك الأصوات، لكن في عندك هنا خاصية جديدة جت اسمها تعزيز الصوت. تعزيز الصوت هذه فكرتها أنه لما يكون في شخص قدامك قاعد يكلمك، إنسان، تعزيز الصوت فهو يتعرف على الشخص اللي قدامك ويحاول يقوي صوته ويقلل الأصوات الثانية اللي موجودة، الأجهزة أو أي شيء. وفعلا الحين أنا قاعد أتكلم وأنا مشغلها صار كنا صدى، لأنه قاعد يأخذ صوتي ويرجع لي مرة ثانية، وأنا أساسا الإنسان بطبيعته قاعد يسمع صوته، فصار شعور مرة غريب. بس الفكرة أنه هذا الخيار راح يحسن أصوات الأشخاص اللي قدامك. من حيث البطارية فبحسب هواوي هذه تستمر 7 ساعات بدون العزل. إذا بتشغل العزل فهي راح تعطيك تقريبا 4 ساعات، هذا موضوع يبغى له تجربة أكيد. البطارية راح تعطيك 30 ساعة إضافية. من تجربتي مع فريبوز اللي راحت أعطتني أرقام أقل بقليل من اللي قالته هواوي. أتوقع هذا يعتمد أنه ما أعرف صراحة كيف هم قاعدين يختبرون عنده في المختبرات، يعتمد على طريقة الاستخدام. فخلينا نقول بأنه راح يكون البطارية شيء قريب من هذه الأرقام. في شاشة أمامك، في إذا في أي مميزات إضافية راح تكون موجودة أمامك بالشاشة. بكذا أنت استعرضنا لهذه السماعة. لا تنسى تشترك معنا بالقناة وتعطينا لايك على أساس تشوف المراجعة الكاملة بعد تجربتنا لفترة مطولة لسماعة FreePods Pro الجديدة من هواوي. شوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم. مع السلامة.